ما الجديد لديك؟ تفضل. نعم، الجديد هو الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية حول ارتفاع أعداد الشهداء ليصل إلى 122 شهيد، من بينهم 31 طفل وكذلك 20 سيدة و900 إصابة. وهذه الأعداد وهذه الإحصائية هي مرشحة للزيادة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستمرار استهداف الاحتلال لمنازل المدنيين وكذلك استهداف مجموعات للمواطنين وكذلك القصف المدفعي الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية للقطاع وبالتحديد في شمال القطاع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وكان أيضا هذا القصف الأخير الذي كان يستهدف منزلا للمواطنين في جنوب قطاع غزة وكذلك نقل عدد من الإصابات إلى مستشفيات جنوب القطاع. هذه الأعداد مرشحة للزيادة في ظل كما قلت هذا التصعيد، وأيضا في ظل قدرة الطواقم الطبية التي تعمل بكل جهد في محاولة منها للوصول إلى الأماكن التي يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ونقل المصابين على الرغم من الظروف الصعبة التي يعني يعيشونها ويمرون بها، لا سيما مع استهداف الاحتلال للطرق الرئيسية ومحاولة منع الطواقم الطبية من الوصول إلى الأماكن التي يتم استهدافها بكل سهولة كما جرى بالأمس في شمال قطاع غزة. لم تتمكن الطواقم الطبية لأكثر من ساعة من الوصول إلى هذه المنازل التي تم استهدافها بشكل مباشر ومتعمد من الوصول، نظرا لتدمير الطرقات وأيضا نظرا لقوة النيران التي كانت تطلق تجاه المنازل وكذلك تجاه المدنيين. وكانت هناك استغاثات ومناشدات من قبل المواطنين بضرورة إخراجهم من تلك المنطقة، لكن لم تتمكن الطواقم الطبية بسهولة أن تصل إلى تلك المنطقة. وأيضا يعني الطواقم الطبية تعمل بكل جهدنا على نقل الإصابات الخطرة من المستشفيات في قطاع غزة إلى مجمع الشفاء الطبي. كان اليوم هنا تحويل لعدد من الإصابات من المستشفيات المختلفة في محافظة قطاع غزة إلى مجمع الشفاء الطبي ليجرى لها عمليات جراحية عاجلة هنا، نظرا لأن المجمع هو يعد المجمع الأكبر في قطاع غزة. لكن كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية هي بحاجة لاستمرار مدها بالأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات التي تلزم للطواقم الطبية العاملة هنا في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الأمور تحت السيطرة في المستشفيات، لكن تبقى الخشية كما قلنا في وقت سابق أن تزداد أعداد المصابين ويصبح هناك عدم مقدرة للطواقم الطبية من معالجة الكم الكبير. نتحدث عن 900 إصابة، هذا العدد هو عدد ليس قليل، بالأمس كان 500، اليوم يعني نشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الإصابات وقد يصل خلال ساعات المساء إلى 1000 إصابة نظرا لاستمرار هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. كنا قد تحدثنا سابقا عن أن وزارة الصحة المصرية كانت قد قالت أبدت استعدادها لمعالجة المصابين في المستشفيات المصرية. تواصلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية هنا وقالت أنها ترحب بهذه الخطوة وهي خطوة جيدة جدا، لكن يبدو أن هناك ترتيبات معينة ستكون ما بين وزارة الصحة المصرية وأيضا وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ربما الساعات القادمة للتفاهم حول آلية نقل هؤلاء المصابين من حيث الأعداد من حيث خطورة الإصابات إلى ما شابه ذلك. وأيضا شهد مجمع الشفاء الطبي اليوم زيارة لمدير مدير مبعوث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، والذي اطلع على الواقع الصحي في قطاع غزة وكذلك على المصابين هنا في القطاع وحاجة وزارة الصحة للمواد والمعدات الطبية من أجل محاولة منه للاطلاع عليها وإيصال الرسالة للجهات الدولية من أجل مد القطاع الصحي بما يلزمه. طيب محمد، الوضع الإنساني حاليا للعائلات التي فقدت منازلها كيف يبدو؟ أين هم الآن بعد أن هدمت ودمرت منازلهم؟ نعم، الوضع الإنساني هو صعب جدا وصعب للغاية، لأننا نتحدث أن هذه العائلات التي دمرت منازلها عدد كبير منها قد توجه إلى أقاربه من أجل المكوث عندهم لعدة أيام إلى حين انتهاء التصعيد الإسرائيلي، وعدد آخر ربما اتجه إلى مدارس الأونروا أو إلى أماكن مختلفة للجلوس فيها إلى حين انتهاء هذا التصعيد الإسرائيلي. لكن حقيقة هو واقع مؤلم وصعب حتى بعد انتهاء العدوان والعودة، سيبحث
يبحثون عن منازل لتأوي هذه العائلات، وربما لن يجدوا منازل، وأيضا ربما لن يجدوا من سيعيد بناء منازلهم التي دمرت بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وضعهم الإنساني صعب جدا، هم فقدوا كل ما يملكون، فقدوا المأكل والملبس والمشرب والمأوى في ظل حصار إسرائيلي خانق على قطاع غزة، وفي ظل أوضاع معيشية يحيونها صعبة جدا. يعني بالأمس عندما تم استهداف منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هناك عدد من هذه العائلات حاول الخروج من تلك المنطقة لقوة هذه النيران، بعضهم لجأ إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا احتماء من قوة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منازلهم واستهدفت تلك المنطقة. الجديد ذكر أن الحياة في قطاع غزة هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل، هناك عدد كبير يعيشون تحت خط الفقر. يعني لا نتحدث عن واقع جيد أو ممتاز لسكان القطاع، هنا نتحدث عن وضع مأساوي، وهذا التصعيد وهذه العدوانات المستمرة على القطاع تزيد من معاناة السكان، تزيد من أوضاعهم الصعبة، وتجعل من هذا الواقع مؤلم وصعب جدا وأصعب ربما. نعم حتى هذه اللحظة من فقر